اقدر افهم من كده ان يت معناها حتى الان. يت بتيجي اخر الكلام، يت بتيجي نفي استفهام، يت بتيجي في المضارع التام. فهمت يا اسلام؟ اسمع تاني. يبقى يت معناها حتى الان، يت بتيجي اخر الكلام، يت بتيجي نفي واستفهام، يت بتيجي في المضارع التام. فهمت يا اسلام؟ صلى على رسول الله. يبقى احنا كده دي اهم الكلمات بتاعت ايه يا شباب؟ بتاعت يونت 5. جزء كل ده كده كلمات يونت 5 المهمه. طيب قول لي بقى كده الجرامر بتاعه بقى. جرامر يونت 5 ده بيتكلم عن زمنين. قال لي البريزنت بيرفكت برضو زمن مضارع تام مع الباست سيمبل الماضي البسيط. حد يعرف يقول لي ايه الفرق بينهم؟ بصوا يا جماعه، اي هاف بلايد تنس، اي بلايد تنس. هنا كوننا ازاي؟ الفرق في التكوين الاول هاف وهنا من غير هاف. هنا هاف وهنا من غير هاف. ايه ده؟ بس هنا تصريف ثالث، ده تصريف ثاني. قال لي طلعت ما زي بعض. قال لي ما هو لما يبقى اخره اي دي يبقى الثاني زي الايه؟ زي الثالث. تمام كده يا دكتور؟ طيب صلى على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم طلاب حبايبي، طلاب الصف الثالث الاعدادي، في فيديو جديد من قناه مستر اشرف عابد. النهارده ان شاء الله هنشرح الجزء الثاني من يونت 5. طيب طبعا عشان تعرف تشتغل معايا في يونت 5 كويس قوي لازم ترجع للجزء الاول. طيب الجزء الثاني ده بيتكلم عن ايه بقى يا شباب؟ احنا بسرعه كده سريعا في دقيقتين، احنا قلنا الجزء الاولاني لو فاكرين اتكلمنا عن شخصيه اسمها ايه؟ جمال. جمال از ا بزنس ايه؟ قلنا جمال از ا بزنس بيرسون، يعني ايه؟ رجل اعمال. قلنا جمال يا جماعه فينيشد يونيفرسيتي، وين هي فينيشد يونيفرسيتي لما خلص الجامعه بتاعته هي جت جوب، حصل على وظيفه ان ايه؟ وذا بيج كامباني، في شركه كبيره، وكمان اصبح ذا مانجر، يعني ايه؟ مدير. مدير يا شباب ها؟ مدير التيم. تيم يعني ايه؟ فريق. يبقى مدير يعني ايه يا شباب؟ مانجر. بقى عنده ميتنجز، قلنا ميتنجز يعني ايه؟ اجتماعات. افري داي، كل يوم. معنى كده ان هو هي ميتس بيبل، بيقابل ناس فروم ديفرنت كامبانيز، من شركات مختلفة، from other countries، من بلاد أخرى. واتفقنا كمان إن هو بقى he has traveled lots of interesting to lots of interesting places، بيسافر أماكن شيقة زي البرازيل ونيجيريا. واتكلمنا عن واحدة اسمها سمر عبد الفتاح، قلنا إن سمر عبد الفتاح دي was interested in، يعني interested in يا شباب؟ مهتم بيه. طب مهتم بحاجة اسمها إيه؟ سبيس. يعني سبيس؟ الفضاء. طب هي عشان مهتمة بالفضاء يبقى عايزة تبقى أسترونوت، رائد فضاء. طب عايز تبقى رائد فضاء يبقى راحت تدرس سبيس انجينيرنج، هندسه الفضاء. طب لما راحت تدرس هندسه الفضاء يا مستر جت في شركه سبيس تكنولوجي كامباني، شركه تكنولوجيا الفضاء. هذا كومبيتيشن لديها، قلنا ايه؟ مسابقه تو ديزاين حاجه اسمها هايبر لوب، يعني ايه؟ كبسوله. كبسوله عباره عن a very او a new very fast form of transport above the travels above the ground. قلت لي كمان ان هي انتر ذا كومبيتيشن، لما دخلت المسابقه خلاص she asked طلبت من engineering students to join. طيب هنا في فرق من all around the world، حول العالم، ولكن summer's team the only team from Africa in the Middle East or the Middle East. فازت بالمسابقه وحصلت على award. award يعني يا شباب جايزه. طب بقى عندها الاون كامباني بتاعتها، قلنا شركتها الايه؟ الخاص. بقت space engineer، يعني ايه شطور ها؟ space engineer يعني مهندسة فضاء. طب وبزنس بيرسون، سيدة أعمال. وبعد كده gives speeches، يعني بتلقي خطب. خطب دي يا مستر لليانج انجينيرز، بتنصحهم بقى ها هاو تو هيلب ذيم، عشان تساعدهم تو اتشيف ذير جولز، يحققوا ايه؟ هدف. بعد كده قلنا اتكلمنا عن بنت اسمها بنتا، قلنا بنتا دي عايشه في فيلج، يعني ايه فيلج؟ قريه. القريه دي موجوده فين يا شباب؟ انديا. البنت دي يا مستر شي ووز بلايند، يعني ايه؟ شي كانت ايه؟ سي. الناس قلنا البلايند دول بنحاول نجيب لهم ايه؟ اكويبمنت. قلت لي بقى كمان ان هي بقى عندها تشالنج، يعني ايه تشالنج؟ تحدي. شهاده بيجي تشالنج، التحدي ده ان هي تثبت نفسها، ان زمايلها كانوا بيقولوا ان شي كانت دو 99 اوف ثينجز، 99% من الاشياء ذات زي كان دول هم بيعرفوا يعملوها، ولكن هي قلنا بعد كده قلنا ان هي بقت كامبنر. كامبنر يعني مناضله، وبدات تثبت نفسها وعايزه تقول ان هي يا جماعه بينج ديسيبلد، كونك معاقه، دازنت مين يو كانت اتشيف يور جولز. وقلنا برضو ان احنا في السكاي لما نيجي نبص للسماء، السكاي ات نايت بالليل، نقدر نشوف بون بلانيتس ستارز سبيس. طب قلنا ان نيل ارمسترونج ده ذا فيرست مان، اول واحد ماله اون ذا مون، طلع على القمر. ساتلايت يعني ايه؟ قلنا الكلمه دي يعني قمر صناعي. وسبيس ستيشن يعني ايه؟ محطه فضاء. قلنا ان العلماء دو بيعملوا ساينتفك اكسبيرمنتس، يعني ايه؟ تجارب معمليه. يلا دكتوره بسند، طب شاطر لازم عشان تطلع الفضاء تبقى تعمل ايه؟ كيف فيت. الانشنت ايجيبشنز يعني المصريين القدى كان عندهم سيفيلايزيشن، يعني حضاره، كان عندهم ديسكفرز، اكتشافات. شاطر يقول لي مش عايز كلام يا جماعه، بيكتشفوا حاجات كتير جدا. قال لي كمان عندي حاجه اسمها ايجيبشن سبيس ايجنسي، يعني وكاله الفضاء، بتعمل اكسبلورز، استكشافات. طيب بنت اسمها ايه بقى؟ ركز معايا في الجديد. بنت اسمها ايه؟
كل الحاجات دي عشان احاول الخص لكم الكلمات على قد ما اقدر. بنت اسمها ايه has always loved writing stories. بتعمل ايه؟ تكتب قصص. and poems. حد فاهم poems؟ poems يعني ايه؟ قصائد. poems يعني ايه؟ قصائد. يبقى البنت ايه دي has always، خلي بالك معنى always جت في المضارع الثامن، has always loved writing stories and poems. طيب ايه دي يا جماعه؟ one فازت ببرايز، بجائزه for a poem. كتبت بوكس كتير جدا، يعني بوكس كتب كتير جدا. البنت ايه دي شاطره جدا، هي she likes to be creative، عايزه تبقى واحده creative. حد يعني creative؟ عايزك تبقى creative، مبدعه شاطره. اسمع كرييتيف يعني يا شباب مبدع، امال كرييت بس ابداع، يبدع يبدع او ينشا او يخلق، شاطره. طب شاطره ايه؟ معنى كده مستر هي البنت دي كانت بتساعد في موضوع الميوزك الموسيقى. خلي بالك بلاي ذا جيتار او بلاي ميوزك، حد فاهم بلاي ذا جيتار؟ تلعب على الجيتار؟ لا تعزف. شاطره ايه؟ معنى كده ان هي دخلت كونسرتس. كونسرتس يعني ايه؟ حفلات. لما دخلت الحفلات احيانا شي فيلد، شعرت بالايه؟ نيرفس. يعني نيرفس توتر، ولكن هي كانت اميزنج، مدهشه. شاطر اللي بعد كده اصبحت تساعد الناس وبقت فولنتير. يعني ايه فولنتير؟ معنى ان هي متطوعه، ان هي بتساعد ناس كتير، معنى كده ان هي عملت حاجه جميله جدا. هير دريمز، حلمها ان هي كرييت. يعني ايه كرييت؟ تبدع، تنشا. تنشا ايه؟ ان اب. اب دي اختصار لكلمه ايه يا شباب؟ ابلكيشن. يعني ايه؟ تطبيق زي واتساب. ابلكيشن. مين فهمني؟ يبقى ايه دي بتحب ايه يا شباب؟ رايتنج ستوريز. انطقي عشان ما تطردكيش. ايه بتحب ايه؟ ها رايتنج ستوريز. اند ايه تاني؟ بويمز. يعني بويمز؟ قصائد. قلت لي ان هي شي وان برايز، يعني فازت بايه؟ بجائزه فور ا بويم، لقصيده. بدات تكتب ميني بوكس، يعني كتب كتير. قلت لي كمان شي لايكس تو بي كرييتيف، عايزه تبقى كرييتيف يعني مبدعه. شي بلايز ذا جيتار، يعني بلايز ذا جيتار؟ تعزف على الجيتار. طيب وهي بتعزف على الجيتار وبتسمع موسيقى كتير وبتالف موسيقى، بدات ان هي تعمل ايه؟ تخش الكونسرتس. يعني كونسرتس؟ حفلات موسيقيه. احيانا وهي بتخش حفلات بتشعر بايه؟ نيرفس، ولكن هي كانت اميزنج، مدهشه. طب شاطر اللي بعد كده بقت فولنتير، بدات تساعد الناس من جميع انحاء العالم. خلي بالك معايا ان هي دريم بتاعها، هي دريم يعني ايه؟ حلمها ان هي كرييت، يعني تنشا. تنشا ايه؟ ان اب. يعني ايه ان اب؟ تطبيق ابلكيشن يساعد الناس كلها، خلاص ان هم يتعلموا الموسيقى ويعزفوا على الجيتار والكلام ده كله. في مشكله في ايه؟ كلماتها صعبه. كرييتيف يعني ايه؟ طب نيرفس، متوتر، اميزنج، مدهش. بص حفظت الكلمات طالما جوه جمله زي. طب بويمز يعني ايه؟ شطوره. طب كونسرت يعني ايه؟ حفلات. فولنتير، متطوع. اب ابلكيشن اللي هو اب تقول ابلكيشن، ما هي اختصار ابلكيشن. طيب كرييت يعني ايه؟ يعني ينشا. طب شاطر ايه بابل دي؟ شايفين واخدين بالكم دي اسمها بابل، فقاعات صح؟ ايه الفقاعات دي بقى؟ بيقول لي كان ايه في وورلد مينز هاند بول تشامبيون شيب. ركزي معايا بقى في تشامبيون شيب. تشامبيون شيب يعني ايه؟ تشامبيون بس يعني بطل رياضي. اما هيرو دي بطل في قصه، بطل في، ممكن تمشي بطل رياضي برضه، بطل في مسرحيه. ها اما تشامبيون يعني بطل رياضي. تشامبيون شيب بطوله، بطوله رياضيه. خلي بالك معايا بقى ان الورلد مينز هاند بول تشامبيون شيب يعني بطوله الايه؟ الهاند بول اللي هي كره الايه؟ اليد للرجال العالميه. خلاص بدات في 2021، يعني السنه اللي فاتت او السنه، يعني في اخر السنه، احنا في اخر 2021 اهو. لما بدات، خليك معايا بقى، في تورنمنت. هدف يعني تورنمنت؟ تورنمنت يعني جولة رياضية. جولة ايه؟ رياضية. لما دخلنا الجولات الرياضية دي مصر اصبحت الكورتر فاينلز. دخلنا في الكورتر فاينلز يعني ربع النهائي، احنا قربنا نوصل خالص اهو. طب شاطر قول، عملنا دخلت فينا الكومبيتيشن يعني مسابقة. الكومبيتيشن مسابقة، كونتيست برضو معناها مسابقة. يبقى دي بتساوي كلمة ايه؟ كومبيتيشن. اما كومبيتيتورز بالاو هي، ها كومبيتيتورز يعني منافسين. بدل هم سكور احرزوا حوالي 5000 جولز، حوالي 5000 جول. يبقى سكور، احفظ معاك الكلمه دي. سكور يعني ايه؟ يحرز. اسمع تاني، سكور يعني ايه يا شباب؟ يحرز. طب الشاطر يقول لي كل الكلام ده ديورينج، اثناء كورونا فيروس بانديميك. يعني ايه كورونا فيروس بانديميك؟ جائحه كورونا. جائحه ايه يا شباب؟ كورونا. مستر طب والناس قدرت تسيطر على الموضوع ده؟ ايوه، هم لغوا السبيكتيتورز. خلي بالك معايا، سبيكتيتورز يعني مشاهدين. احفظ معايا الكلمه دي، سبيكتيتورز. قولوا لي اس بي اي، قولوا لي اس بي، اي سي تي، اي سي تي. كان بيقول خد اي سي دي كده، ها اس بي، اي سي تي، اي سي تي، اي سي. جربي اي سي تي، اي تي، اي تي. اورس. ها اسمع تاني، اس بي، اس بي، اي سي تي، اي تي، اورس.
سبيكتيتورز. اسمع سبيكتيتورز. سبيكتيتورز يعني مشاهدي. هما كان في مشاهدين؟ لا لغوهم. طب بالنسبه لطقم العمل بقى والبلايرز والستاف، ستاف يعني طقم الايه العمل، هنعمل ايه؟ قال لا يا باشا تعالى لي انت وهو هاد تيستس، اعمل لهم اختبار. ده في كورونا خلاص، اعمل ايه اختبار. وعدوهم في الهوتيلز. الهوتيلز دي جوه عباره عن ايه؟ بابلز. حد فاهم بابلز؟ قلنا تجمعات فقاعات. ويبقى كمان في هيلز، هيلث سنتر في كل هوتيل. يعني ايه هيلث سنتر؟ مركز صحي. مركز ايه يا شباب؟ صحي. طب شاطر. كل ده اثناء الاولمبيكس. قلنا كلمه اولمبيكس يعني اولمبياد. في مشكله؟ طيب بنت اسمها ندى زاهر، سريعا كده هقول على حاجه، وهي تشايلد، وهي طفله يعني. قلنا شي ووز ا تينيجر. حد فاهم تينيجر؟ اه مراهقه. شاطر. فاوند اوت، اكتشفت شي هاد سبورتس سكولرشيب. شاطر. قول لي في كولومبيا. في يا شباب؟ كولومبيا. بعد كده كولومبيا دي موجوده في جامعه كولومبيا، وبعد كده اللي هي في اليو اس اي. طيب بعد كده شي وين شي ريتيرند ايجيبت، لما رجعت لمصر خلاص. اه دخلت الانترناشونال اثليتس. احنا ما كملناش الكلمات دي، بس ايه يعني ما فيهاش كلمات صعبه كتير. طب اثليتس يعني ايه؟ هات كده الكتاب بتاعك. اثليتس يعني ايه يا شباب؟ رياضيين. اثليتس يعني ايه يا شباب؟ رياضيين. قلنا عليها ايه تاني ندى زاهر دي؟ في يونت 3، في قصدي في ليسن 3 4، ليسن 3 4 تقريبا. اه ماي فريند. لا في ليسن 5 اند 6. اه ده في اخر درسين يا شباب. ندى الزاهر دي اتولدت ان الكسندريا. اتولدت فين؟ في اسكندريه. انا كده بس كلمه صعبه. بيقول لي بقى هنا از ا تشايلد، وهي ايه؟ طفله. شي بلايد ا لوت اوف تنس، عملت ايه؟ لعبت تنس كتير جدا. وين شي وزت النيجر، وهي كانت مراهقه. شي فاوند اوت، اكتشفت ان هي شي هاد ا سبورت سكولرشيب. قلنا سكولرشيب يعني منحه دراسيه. سكولرشيب يعني يا شباب؟ منحه دراسيه. جالها منحه دراسيه فين يا شباب؟ في كولومبيا يونيفرستي. قلنا في جامعه ايه؟ كولومبيا، في يو اس اي. طيب تو ستدي اند بلاي تنس، عشان تدرس وفي نفس الوقت تلعب تنس. طيب بعد الجامعه شي ريتيرن تو ايجيبت، رجعت مصر. قلنا ريتيرن يعني يا شباب رجعت مصر. ولما رجعت مصر بدات ان هي تقرر ان هي تساعد الانترناشونال اثليتس، يعني ايه؟ رياضيين اللي هم ايه؟ دوليون. رياضيون يا شباب؟ دوليون. تو ستدي ان اذر كانتريز، عشان يدرسوا في بلاد ثانيه. يعني الناس الرياضيه بدات تشجعهم ان هم يدرسوا بقى بره. خلاص؟ سو شي ستارتد ا كامباني، بدات الشركه بتاعتها تو كونكت. حد فاهم كونكت؟ تتواصل مع الاثليتس وذ يونيفرسيتيز، مع الجامعات الثانيه. وخلي بالك ان هي من يو اس اي، اند هيلب ذيم تو فايند سكولرشيبس. بدات تساعد الناس عشان يجوا لها سكولرشيب. وتير سكولرشيب يعني منحه دراسه. بس ناو شي هيلب ستودنتس فروم ايجيبت، بتساعد الناس من مصر اند اذر كانتريز تو فولو ذير دريمز. كل واحد يمشي على ايه؟ الحلم بتاعه. الجزء بتاعته بيتكلم عن جود نيوز. يعني ايه جود نيوز؟ اخبار جيده. اوردو انها قبل كده يعني منحه. ديسايدد يعني قرر. نيرسز يعني ايه يا شباب؟ ممرضه. تقريبا يعني كل الكلمات الصعبه. قلنا سكور، قلنا باس يعني ينجح، جس يعني يخمن. دي الكلمات اللي موجوده عندك لحد نهايه يونت 5. الكلمات الرخمه دخلناها كلها في جمل، وفي نفس الوقت عرفنا ايه اللي ممكن يجي باراجراف. هيقول لي مثلا انترستنج جوب، وظيفه شيقه. اكتب له على اي وظيفه من الناس دي؟ رول موديل. حفظت سمر عبد الفتاح تقريبا اكتر واحده، فاديها اديله سمر عبد الفتاح. الباقي ده كله خد منه كلمات. خد منه ايه؟ كلمات. صعبه الكلمات بتاعته؟ طيب مين الشاطر اللي لو شاورت على اي كلمه نعرفها؟ طب يعني ايه سبيس ستيشن؟ طب شطار يعني ايه؟ ما انا دي قايلها اهو. طب يلا ايجنسي يعني ايه؟ مسحتها ما حدش شايف. ايجيبشن سبيس ايجنسي. لا غلط. يا بنت انت ما بتشوفيش، انت عاميه؟ ها ايجيبشن سبيس. اه وكاله. شاطر يا اسلام. طب شاطر اكسبلور يعني ايه؟ يستكشف. طب شاطر ديسكفرز، اكتشاف. سيفيلايزيشن حضاره. ساينتفك اكسبيرمنتس تجارب معمليه. شطار جدا. بلانتس كواكب. طب تشالنج تحدي. كامبنر مناظر. ديسيبلد اكويبمنت. طب مين شاطر اللي من اللي فات بقى من اللي فات؟ قلت لي بقى كده يونيفرستي يعني ايه؟ جامعه. طب شاطر المانجر ميتنجز اجتماعات. طب شاطر اللي انترستد ان مهتم بيه. طب استرونوت رائد الفضاء. طب سبيس انجينيرنج هندسه فضاء. طب سبيس تكنولوجي تكنولوجي الفضاء. طيب شاطر يقول لي كومبيتيشن بتساوي كلمه ايه تاني؟ كونتيست. قلت لي بقى طيب والمنافسين اسمهم ايه؟
كومبيتيتورز. خلي بالك معايا. طب شاطر يقول لي انجينيرنج سينس طلاب الهن قول اراوند ذا وورلد من جميع انحاء العالم. شاطر يقول لي طب ذا اونلي وان تيم هنا ميدل ايست يعني ايه؟ شرق الاوسط. اوورد يعني ايه؟ جائزة. طب شاطر يقول لي اون كامباني شركه ايه؟ خاصة. شركة ايه؟ كلها ايه ما جيف سبيتشز يعني ايه؟ تلقي خطب. طب شاطر تلقي خطب. طب شاطر اتشيف يحقق. اتشيف يعني ايه؟ يحقق. طب بويمز يعني ايه؟ بص الناس اللي فاكره. طب شاطر البرايز يعني ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله كرييتيف. الناس اللي معايا على اليوتيوب برضه ترد عليا كده. ها كرييتيف يعني ايه؟ مبدع. طب كونسرتس ما شاء الله. طب فلتر نيرفس متوتر. اميزنج موحد. افلونتير متطوع. اب تطبيق. صلي كلمه ايه؟ طيب شاطر كرييت ان اب يعني ينشا طب. طب شاطر دريم يحلم او حلم. تشامبيون شيب بطوله رياضيه دي. طب تشامبيون بس بطل رياض. طب شاطر تورنمنت يعني جوله رياضيه او دوره تدريبيه. شاطر اللي ها كورتر فاينلز ربع اللي يبقى فاينلز يعني ايه؟ نهائي. سكور يحرز. طب شاطر كورونا فيروس بانديميك يعيد. طب شاطر اللي ها ستاف ده تاني اسمها ستاف. يا ابو ستاف دي اللي البضاعه. ها سبيكتيتورز مشاهدون. ايها المشاهدون. بابل فقاعات. طب هيلث سنتر مركز صحي. مركز صحي. طب شاطر يقول لي ذا مينستري اوف هيلث وزاره الصحه. وزاره ايه يا شباب؟ ذا مينستري اوف اديوكيشن وزاره التعليم. التربيه والتعليم. طيب شاطر يقول يبقى احنا كده دي اهم الكلمات بتاعت ايه يا شباب؟ بتاعت يونت 5 جزء. كل ده كده كلمات يونت 5 المهمه. طيب قول لي بقى كده الجرامر بتاعه بقى. جرامر يونت 5 ده بيتكلم عن زمانين. قال لي البريزنت بيرفكت برضو زمن مضارع تام مع الباست سيمبل الماضي البسيط. حد يعرف يقول لي ايه الفرق بينهم؟ بصوا يا جماعه اي هاف بلايد تنس. اي بلايد تنس هنا كونناه ازاي؟ الفرق في التكوين الاول هاف وهنا مغيرها. هنا هاف وهنا مغيرها. ايه ده؟ بس هنا تصريف ثالث. ده تصريف ثاني. قال لي طلعت ما زي بعض. قال لي ما هو لما يبقى اخره اي دي يبقى الثاني زي الايه؟ زي الثالث. تمام كده يا دكتور؟ طيب صلى على رسول الله. اي هاف بلايد تنس هنا اي بلايد تنس. ايه الفرق في المعنى؟ مين شاطر يقول لي في حاجه؟ ماشي اولا دي لسه لا اثر. دي اثرها انتهى جدعه. ايه ثاني؟ اهم حاجه اللي هيميز الزمن ده وده هنا مش محدد الوقت وهنا محدد الايه؟ الوقت. يبقى انا هنا بقول كده اي هاف بلاي تنس. انا لعبت تنس. قلت امتى؟ لا. طب هنا اي بلاي تنس يسترداي. يبقى انا حددت الوقت. طالما في كلمات دلالة بتدل على الماضي البسيط يبقى جمله ماضي بسيط. ايه كلمات بتدل على الماضي البسيط؟ ها؟ لاست اجو انه اي سنه في الماضي. وين وين بيجي بعدها ماضي بسيط. خلي بالك معايا ان سنس برضه بيجي بعدها ماضي بسيط. بس وين مع الماضي البسيط وسنس مع المضارع ايه؟ التالت. مضارع بسيط مضارع تاني. طب مش هتقولي اي هاف بليد عايز انفي هاف اقول اي هاف اللي ما اتفرجش المضارع التام بالتفصيل على ثلاث اجزاء الحصه اللي فاتت بتاع يونت 4. طب تاني اي هافنت. طب مش هتقولي عايز اعمل كويستشن اقوم عامل مقص. ها هاف يو بلاي التنس. طب عايز اخليها مجهول اقول ان التنس هاز بين بلايد. خلي بالك معايا ودايما لما تيجي هاز بين افتكروا معايا بتاعت بتاع اللي قلنا مثلا علي هاز بين ايوه تو امريكا وعلي مثلا هاز جون تو راح وجاي ودول اتسجن وما راحش ورجع وقلناها برضو بطريقه تحفه جدا ومش تنسوها ابدا لو اتفرجت عليها في يونت 4. طيب مين شاطر يقول لي بقى هي هاز ايتن كشري. فين هنا المضارع التاني؟ هو كان كشري. هاز ايتن. هاز ايه؟ هاز وتصريف ايه؟ تالت. يبقى عندي هاف وهاز زائد تصريف ايه؟ التالت. والتصريف التالت اخره اي دي او شاذ وتحفظيه. طب شاطر هنا بلاي. طب هنا ايت. ليه ايت؟ عشان ده تصريف ايه؟ التالت. برضه حفظ. تاني. ايوه التالت. طب شاطر يقول لي مين شاطر يبقى هنا فعلين واخد بالك؟ هاز ايتن هنا فعل واحد ايت. هاز هاف بلايد بلاي فعل واحد ماضي بسيط ده التكوين. هنفي بنط هسال مقص. طب هنا هنفي بديدنت واجيب المصدر ديدنت بلاي ديدنت ايت ديدنت ايه؟ ايت. طب شاطر يقول لي هسال بديد ديد يو بلاي تنس يسترداي؟ ديد هي ايت كشري؟ احنا ممكن ننفي بنيفر هنا عادي مش مشكله. اي نيفر بلايد بس مش علينا دلوقتي اصبري بس خلينا في ديدنت والمصدر. هنا ممكن انفي بنيفر نوت او نيفر خلاص. يبقى شاطر يقول لي didn't I didn't play. مين شاطر يقول لي جمله كده I saw a lion شفت اسد I didn't see. طب يلا كده I drove a car I didn't drive مصدر
I drank coffee. I didn't drink coffee. اسال بمين؟ بديد. Did you drink coffee؟ وصلت؟ Yes or no. طيب عايز اخليها باسيف هقول ايه؟ مجهول. هقول تنس was played. احط فيرب تو بي او نوز وير زائد فيرب اي ان اي جي. شرحنا طبعا بالتفصيل في يونت 2 صح كده؟ لا لا احنا في البلاغه خالص. طيب اللي قلنا لما اشوف يستر دي ولاست اجو وانس ان ذا بس يبقى ناخد على طول ايه؟ ماضي بسيط. طب لما اشوف ايه الكلمات اللي بتدل على الموضوع الثاني؟ جاست اوريدي ليتلي ريسنتلي سو فار اب تيل ناو. لا قول يا بنت دي مش تبعنا. جاست اوريدي ايفر نيفر سينس فور يت ليتلي ريسنتلي سو فار اب تيل ناو. خلي بالك معايا ان جاست اوريدي وايفر ونيفر بيجوا قبل التصريف ايه؟ طيب وايفر بتيجي في السو ونيفر بتيجي فين؟ ناف. ها طب ويت معناها حتى الان تيجي اخر الكلام نافي وست. طب خليك معايا ان قلنا سينس بيجي بعدها اسم سنه شهر يوم اللي هو البدايه وماضي بسيط. اما فور لما الاقي رقم وكلمه اخرها اس او ا او ان او ذا دايما محدد الوقت. اخر حاجه بقى مهمه قوي قوي قوي، ايه الفرق ما بين اوريدي لا ويت؟ قلت لي اوريدي بقى بتيجي فين؟ قال لي بتيجي حاجه من الاثنين، قبل التصريف الثالث هنا اهو او في الاخر عشان تعبر عن دهشه. دهشه اندهاش. Have you studied English already؟ وانت ذاكرت بجد في الانجليزي؟ مش مصدق. وانت عملت واجبك هنا مندهش واخدين بالكم؟ اوه ماي جاد. يبقى اما يت بقى معناها حتى الان. معناها ايه؟ حتى الان اخر الكلام. فين؟ في النفي. ايه تاني؟ والاستفهام. اديني مثال يا اسلام. يلا يا دكتور ها. Have you done your homework yet؟ عملت واجبك لحتى الآن؟ عملت واجبك؟ لا. فتقول لي yes I have أو no. خليك معايا I have. طب لو أنا عملته أقول yes I have، ممكن أقول yes I have already done my homework. أنا فعلا عملت واجبي. يعني ممكن already ترد على مين؟ على yet. طب مش هتقول no I haven't ها done my homework واقول في الاخر برضو ايه؟ يت. يبقى اقدر افهم من كده ان يت معناها حتى الان. يت بتيجي اخر الكلام. يت بتيجي نفي استفهام. يت بتيجي في المضارع التام. فهمت يا اسلام؟ اسمع تاني. يبقى يت معناها حتى الان. يت بتيجي اخر الكلام. يت بتيجي نفي واستفهام. يت بتيجي في المضارع التام. صلى على رسول الله عشان اسلام معانا يعني. طيب قول لي بقى كده، تعال نحل، تعال نحل، تعال بقى نحل على يونت 5. طيب تعال بقى نطبق على كل الكلام ده من يونت 5 على الفوكاب وعلى الجرامر. طلع صفحه بيج 198 198 بسرعه بسرعه ما تبصيش لسه. هي وانتد، يلا بسرعه بقى معايا. هي وانتس تو بي، وعايز يبقى ايه؟ اند جيتس لوتس اوف ميدلز. اوكي يبقى عايز سبورتس ايه؟ تشامبيون. بطل ايه؟ رياضي. احمد لافز كروس وورد. عارفين كروس وورد اللي هي الكلمات المتقاطعه؟ ارفع ايدك بقى. عايز يخش الكروس وورد. انتر ريز يور هاند. رونالدو از ا رول. رول مكتوبه باليو اللي هي قاعده، احنا قلناها هي كده برضو بالاول. رول موديل. رول موديل. يلا بس انت. وي نيد ا كمبيوتر بروجرام. محتاجين برنامج يصلح لنا الكمبيوتر. لا احنا محتاجين مبرمج. بروجرامر يعني احط لها ايه؟ ار. ار ما هي اخرها ايه؟ اديف از ا بيرسون هو كانت سي. اللي ما بيشوفش اسمه ديف. روضه. بلايند. بسمله. كلايمبنج ا ماونتن. تسلق الجبل از ا جريت تشارج. Challenge. Excellent. Slam. يلا مصطفى. She tried very hard. هي حاولت جامد جدا. هي and won وفازت بال competition. Excellent. He worked so hard. اشتغل جامد جدا to space his goals in life. Achieve. Achieve. يحقق. شاطرة. Summer studied space. درس دي space ايه بس ملا؟ Engineering. هندسة الفضاء. كل الكلام ده قلناه. في كلمة قلناش؟ لا. يلا اسماء. This is the fourth. خلي بالك بقى دي رابع دورة رياضي. تورنمنت. اكسلنت. يلا يا دكتورة جنة. Schools should have. يجب ان هي يبقى عندهم ايه؟ فور ديسيبلد بيبل. الناس المعاقين. قلنا يبقى عندهم حاجة اسمها معدات. فاكرها؟ equipment. عمر writes. يلا يا روان. عمر writes to pen friends. بيكتب لأصدقاء المراسلة from all space the world. اسمها قول ايه؟ اهي
قولي around the world. خلاص؟ طيب. Summer traveled to the USA to receive عشان تستلم الهير awards. يعني award جايزة المنحة بتاعتها. Captain Nagy is a good Captain Nagy is a good A model. ها؟ رول موديل رول. أنا واحد. رول التالت. هلوك معي. طبعا مش تبقى رول عارف الرول اللي انت ها. A is or NA is a person who does work بيشتغل without being paid من غير ما دفع له ها volunteer. جمال started working بيشتغل للش عند الشركة لده for excellent شطورة. A space A بسرعة شباب yes. A space technology. A space number 12. A space is a person who is very good at math. اللي كويس في الماس اسمه. خلي بالك بقى إن يبقى ماس خلي بالك بقى ماس خصل لك كلمتين ماس دي أصلا mathematics math إيه mathematics. طب mathematician السي بنطقها شيء هنا لطالما جاب لها فاول بعدها تو فاولز يبقى انطقها شيء. mathematician اللي هو رياضي. musician اللي هو ايه موسيقى. خلي بالكم معايا الكلام ده. طيب بعد كده هات الكوريكت بسرعة. بيج نمبر 199 ميسي اند نيمار ار سبورتس تشامبيونشيبس يعني بطولة. لا انا اقول تشامبيونز ابطال تشامبيونز وهطلع اس بقى مش هما جمع شاطر. يلا بس انت ان انجينير از ذا وان هو بلايز ميوزك اللي بيعزف على الموسيقى اسمه ايه؟ ميوزيشن. زي ما هي واضف لها suffix في الاخر كده اي اي ان اي اي ان طبعا اميوزيشن ذا مانجر اوف ذا فاكتوري مدير المصنع اسمها ايه سبيتش جيفز سبيتش شطار. ماني بيبل ناس كتير يا روضه وونت تو وين عايزين يفوزوا بالكومبليشن لا كومبيتيشن كومبيتيشن يعني مسابقه. يلا يا اسلام the science does a lot of experiments. قلنا اللي بيعمل الاكسبيرمنتس لو فاكر اللي بيعملها مين scientist يعني scientist عالم ايه خش على الجرامر 200 صفحه 200 بسرعه. summer space many goals حققت اهداف كتير ها has just achieved. طبعا هو الجرامر مش هيجي لي في الكوريكت بس احنا برضه هنحل كده ناكد بقى في ناس فاهمه ولا. سامي هيز اكزامز لاست ويك قال لي لاست ويك يعني ماضي طالما ماضي يبقى الجمله ماضي بيست باست سوري باست. هيس نمبر 3 اي سبيس لوتس اوف انترستينج سيتيز ان ماي كانتري هاف فيزيتد نوها هاز فيس از ا فولنتير سينس شي ليفت سكول هاز وركد. My mom to be a sports champion when she was يبقى كده فين في الماضي يبقى جمله ماضيه بس انت تاخد ايه wanted. اوكي last year يا رقيه يبقى ناخد ايه تحت في correct last year yes traveled. خلاص يلا يا جنة. we has have finished. My sister has reading. مين يقول لي الباست من reading ايه؟ read. يا read read read. النقطة بس هيختلف. ايوه نفس الكلمة طبعا. My mom has played لعبة win. قال لي win. قال لي win يبقى ماضي بسيط يبقى ايه؟ played. Which team أي فريق يا دكتورة روضة؟ ايه؟ أني واحدة؟ نمبر 5 طيب ماشي حسب نجيلها اهو لكن انت 4 تمام قلنا played and when she was. بص نمبر 5 قولي which team اي فريق did your grandfather support يعني support بيدعم in خلي بالك معايا the future في المستقبل هو بيقول لي did وجاي بيقول لي in the future لا انا هقول له in the ايه past الجمله ايه فين في الماضي ما هو جرامر هنا ماشي ماضي. صف على جنبها يلا 201 we space our science project ليه عشان ايه last week يبقى فينيش شطار ما شاء الله عليك. دينا سبيس تو كايرو يونيفرسيتي اللي في اجو وينت الناس اللي بتجاوب معايا دي ممتازه اتكرموا خلاص. سينس اي ستارتد طالما في سينس يا بسمه يبقى اخد ايه سينس يبقى مضارع تام ها شاطر يا مصطفى هاف ورك لاست ويك يا روان الاسبوع الماضي ماضي يبقى ناخد ايه هيلبت هيلبت خلاص بنطقها تي خلي بالكوا هيلبت ماشي. My brother أخويا يلا أسماء أخويا space lots of interesting ها has read طالما مش محدد لي الوقت يبقى مضارع تام صح. This year هذه السنة we space chops to use يبقى have asked. Is that correct? Egypt had less people
ago. My dad has been has gone. What did he have? Had عشان برد على الماضي. واخد بالك معايا؟ برد على الماضي. بيقول هنا ايه؟ What did he have؟ يبقى انا قلت had الماضي. هنا اجيب had الماضي اللي هو الماضي بسيط عادي. طب لو عايز اخلي had دي مضارع تام هقول has had. هقول ايه؟ وصلت؟ مش فاهمها؟ تاني تاني جملة في الماضي بسيط ولا في المضارع التام؟ ماضي بسيط. يبقى الماضي الماضي من كلمة have ايه؟ الماضي بتاع have was had. ها اللي بعد has you. لا تبقى ايه؟ have you. لو كان نمبر 4 have you. نمبر 5 they have studied. have studied تصريف تاني شيل واي وحط اي اي دي رد الاذان. الله اكبر. يلا شباب الزقلك بقى بيقول لي هاي شادي 203. خلي بالك معايا يوسف اند شادي ار توكينج اباوت دكتور احمد زويل. بيتكلموا عن احمد ايه؟ فبيقول انا هاي شادي وات ار يو ريدنج اباوت. هو انت بتقرا عن ايه؟ طبعا ما هو قال لك فوق يبقى اي ام ريدنج. انا هشيل وات واعمل ماس. اي ام ريدنج اباوت دكتور احمد زويل. هي ونت تو الكسندريا يونيفرستي. راح جامعه اسكندريه. يبقى ويتش university or what university did he go to? He was the first Egyptian to receive. What did he do? What did he? What did he achieve or what did he do? Okay. That's a great achievement. إنجاز عظيم. فطلو I want to be like him. أنا عايز أبقى شبهه أو زيه. فقال you must work hard. لازم تشتغل جامد عشان to be like him عشان تبقى زيه. فهيقول له حاجه قال له مي تو وانا كمان هعمل اللي عليا. يبقى يقول له اي ويل نفس الجمله تحت اهو دو ماي بيست او تراي تو دو ماي بيست. اي ويل تراي تو دو ماي بيست يعني هبذل قصاره ايه جهد. الفوكاب دي الفوكاب دي حفظ طبعا مش محتاج اقول لكم انا كده قريتها كلها. في بس كلمه اورجنايزر يعني منظم. اورجنايزر مهمه جدا الكلمه دي نسيت اقولها لكم. 204 204 كلها حفظ. 205 انا اقول لكم الحفظ دلوقتي على البورد اهو خلاص 190 و190 و204 و205 و217 و218 ده الحفظ بتاعنا اللي هتسمع المره الجايه. طبعا احنا خدنا نص المره اللي فاتت فاحنا بعيد عليه تاني عشان في امتحان كامل على يونت 5. شباب يلا تقولي يلا بسرعه 210 الناس معانا تستفاد بقى من الحاجات اللي احنا بنحلها دي. ايا از ا فيري اي بيرسون شخصيه ايه؟ عايز اقول مبدعه كرييتيف. قلناها كرييتيف دي ولا لا؟ اب is short of application. طب ايه اللي معناها make something new تعمل حاجه جديده؟ create. ها create. السيميلر وورد كلمه المشابهه لكلمه competition. قلنا ايه؟ مش احنا قلناها بتساوي كلمه ايه؟ competition يبقى contest. برازيل will meet Argentina in the finals. ايا wants to be عايز تبقى ايه؟ volunteer. tournament organize organizer. The medicine team. لا عايز اقول لا بص بقى ميديكال اعملها ميديكال بقى. ميديكال تيم يعني فريق طبي اللي هي ايه بقى؟ اشيل الثلاث حروف اللي في الاخر دول اللي هو ايوه نحط اي ال نحط لها اي ال بعد السي اي ال على طول. هي سكيرد. لا انا عايز اقول احرز هو ده سكورد بالاو شاطر. everyone should have تيست اختبار قلناها قلناها ولا لا؟ انزعت يلا ماث قلنا ماث دي خصلي كلمه ايه؟ ماثيماتكس. ثالث هو ايه اللي سيميلر وورد للوينرز الفائزين يعني الابطال تشامبيونز تشامبيونز. طيب في 32 فريق فين في الكونتست؟ هو ايه الجائحه موتت كل الناس بانديميك. هسيب دي هوم ورك. احنا ما خدناش هوم ورك دي صح؟ سيبها هوم ورك. طيب خدنا اوريدي ويت بسرعه 213. طيب 213 تحت خالص. لا لا هنحل يا باشا حل الاربعه اللي فوق الاول. I have ايه؟ ايه اللي قبل التصريف الثالث على طول وانا مغمض؟ already. طب وايه اخر الجمله المنفيه؟ yet. قبل التصريف الثالث؟ already. اللي بعدها اخر السؤال؟ yet. بس كان الموضوع مش صعب. طب انزل تحت خالص تحت خالص. I have seen قبل التصريف الثالث يبقى هو عايز يفرق لي بين already و yet اللي احنا ما شرحناه. طيب طيب هنبدا السؤال بايه هنا؟ have. ايه I have finished my homework. آخر نفي أهو. Yet. We have eaten قبل التصريف الثالث. Already. He has already تصريف ثالث. Learn it. Learn it. خش على correct. My mother has visited. خلي بالك بيقول لي has وفي الآخر بيقول لي yet. أنا عايز أنفي. hasn't شاطر.
طب اللي بعدها بيقول لي يت والجمله ولا فيها نفي ولا فيها استفهام ولا فيها اي حاجه اوريدي هي ممكن يت اوريدي تيجي في نهايه السؤال بس لو دهشه قلنا خلاص ابص على الجمله اللي بعدها هاف يو ايتن وانت اكلت وجبتك حتى دلوقتي يت اي هاف فيزيت انديا اوريدي زي هاف اوريدي اوريدي مش اوريدي اوريدي طب يلا اخر الكلام هنا ولا في نفي ولا في استفهام طب هيثم فيت hasn't created طب اخر السؤال يت طب اللي بعد اخر النفي يت لسه في اسئله ثانيه هحلها اصبري حل يلا ها طب يا شاطر اللي قبل التصريف الثالث already اخر واحده خالص I can't believe have you finished already ليه بقى عشان قال لي جمله خلي بالك معايا بقى واحد يقول لي طب ما ليه ما اختارش يت هي مش موجوده بس لو موجوده وبقول لي I can't believe مش قادر ايه اصدق يبقى معنى كده في دهشه ولا ما فيش فهمت ليه هنا يبقى هنا مش بيسالوا هو بيندهش لكن بيسألوا دي هو انت خلصت واجبك حتى الان ده سؤال كده هو انت بجد خلصت الواجب طب عرفت منين هو انت دي وانا هشوف الرياكشن ما يقول لي كلمه بتدل عليها او ماي جاد او اي كانت بليف مش قادر اصدق مش قادر اتخيل الحاجات دي اللي بتدل على الايه على الدهشه الصفحه دي هوم ورك طيب ها 229 الناس اللي معانا على اليوتيوب لو حد محتاج اي حاجه انا تحت امرك هتلاقي في دروس انجليزي مجانا على الفيس اسمها كده جروب اسمه دروس انجليزي مجانا مع مستر اشرف عابد كده خلصنا يونت 5 هيبقى نصنا ان شاء الله يونت 6 اشوفكم على خير المره الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته